فبالتالي احنا اكيد هنا في مصر هيبقى في تعديلات في جدول الدوري كالعاده. المره دي هيبقوا مجبرين في الحقيقه، لكن نتمنى ان الامور تكون في نطاق تكافؤ الفرص ايضا. لازم مراعاه هذا الجانب لكل الانديه، مش بنتكلم عن النادي بعينه يعني. فهنشوف اتحاد الكره هيتعامل مع التعديلات دي ازاي. عايز اروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان نطمن على الفريق بعد وصوله للجونه. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وكل جمهور النادي الاهلي. طمنا، الرحله اخبارها ايه؟ الاجواء عندك ماشيه ازاي؟ يمكن الحمد لله الامور كلها بالنسبه لفريق النادي الاهلي ماشيه بشكل طيب وبشكل مميز جدا، ابتداء من الاختيار الموفق النهارده يمكن او امس من مستر ريني فايلر ان يكون في تدريب على ملعب مختار ستيتش، وهو ملعب تدريب اخير ما يكونش في تدريب في الجونه. بالفعل يعني النهارده يمكن الساعه 11 صباحا كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي استعدادا للمواجهه الهامه مباراه الجونه. اطمننا بشكل عام امير يمكن خلال الحاله المعنويه الحاله البدنيه لكل اللاعبين، كل اللعيبه الحمد لله جاهزه بشكل كبير جدا. الحماس الكبير اللي بنشوفه في التدريبات والمحاضرات المستمره وحديث اللاعبين مع بعض في كل تدريب زي ما بنقول بتدينا ان في ثقه كبيره جدا في اللعيبه، في حماس، في تارجت، في هدف ان شاء الله باذن الله، وهي مباراه الجونه ومنها لمباراه النجم الساحلي. النهارده التدريب قرارات تدريبيه متنوعه، لكن التكتيك النهارده ممكن كان غالب بشكل كبير جدا على المران. مستر ريني فايلر حاول بشكل كبير ان هو يوصل كل الفكر اللي درسه خلال الايام الماضيه من متابعات الفيديو لمباريات الجونه. عدد كبير ممكن ما يشاركش، انت عارف امير بالنسبه لفريق الجونه في هذه المباراه، لكن كل الامور وارده بالنسبه للجهاز الفني، تحضيرات كثيره جدا، الكرات العرضيه كلها دور، الكروسات، الشوتنج، التمركزات، التغطيات العكسيه، كل الامور بيشتغل عليها بشكل كبير جدا اللاعبين والجهاز الفني. قائمه طبعا اختارها الجهاز الفني 22 لاعب، شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، حسام عاشور، عمرو السوليه، اليو ديانج، وليد سليمان، احمد الشيخ، محمد مجدي قفشه، جونيور اجايين، رمضان صبحي، جيرالدو، حسين الشحات، مروان محسن، ووليد ازارو. عايز اكد لك يا امير على جاهزيه اليو ديانج، يعني يمكن ناس كتير جدا طبعا حابه ان هي تطمن عليه بشكل كبير، باكد لك على جاهزيته الفنيه والبدنيه للمباراه ان شاء الله، سواء الدفع بيه تبقى رؤيه فنيه كالعاده طبعا للجهاز الفني، او الحفاظ عليه لاخر فرصه والدفاع بيه في الدفع بيه في مباراه النجم الساحلي. لكن بشكل عام الحمد لله الطياره كانت 4 عصرا 40 دقيقه وصلنا بالفعل الى الغردقه، ولسه يمكن لحظات امير واصلين لفندق الاقامه. اللعيبه خلاص دخلت على العشاء ومنها ان شاء الله على الغرف مباشره، نستعد ان شاء الله بكل قوه لمباراه الجونه غدا اللي هتكون في تمام الساعه 5. انا معاك يا امير لو في اي استفسار اتفضل. امير كريم، نسب مشاركه اجاييه واليو ديانج ورمضان صبحي من خلال قربك كده للفريق ممكن تكون قد ايه؟ عفوا امير ممكن تعيد السؤال تاني؟ نسب المشاركه بالنسبه لجونيور اجاييه واليو ديانج بعد الاصابات اللي كانت اخيره بالنسبه لهم، وكمان رمضان صبحي بعد الاجهاد اللي ممكن يكون بيعاني منه بعد بطوله الامم الافريقيه، النسب ممكن تكون قد ايه يعني بالنسبه للثلاثي ده بالتحديد؟ الخط قطع، هنحاول نجيب كريم مره ثانيه يا جماعه عشان نطمن بشكل ورمضان صبحي في مباراه الغد. طبعا بنعتذر طبعا عن انقطاع الاتصال امير، لكن سؤال مهم جدا طبعا. الثلاثي زي ما بقول لك اطمنا عليه بدنيا وفنيا، لكن من الواضح ان يعني يمكن اليو ديانج ما نقدرش نقول ان عنده اصابه قويه في العضله الضمه، هي كانت نغزه بسيطه جدا، ومع التاهيل ومع الريكفري اللي اتعمل له خلال الايام الماضيه بدنيا وفنيا هو جاهز. لكن التحفظ اكيد مع اهميه مباراه النجم الساحلي ممكن نشوف اليو ديانج بياخد جزء من المباراه، او ممكن يكون بيبدا في البدايه. طبعا دي رؤيه مستر ريني فايلر على نفس الموضوع بالنسبه لاجاي، علي معلول، الكل جاهز، لكن اهميه المباراه النجم الساحلي وكمان ربها بشكل كبير جدا في التوقيت، ومباشره يكون النادي الاهلي متوجه من الجونه الى تونس، يعني ممكن يكون في تحفظ شويه على مشاركه اليو ديانج بالتحديد. لكن اجاي وعلي معلول يعني من الواضح النهارده من خلال رؤيتنا للتدريب هيكون لهم دور كبير ان شاء الله باذن الله، الاثنين هيكونوا موفقين. اليو ديانج، علي معلول، رمضان صبحي اللي عايز اختم معاك بيه امير، اللي مدي طمانينه ومدي ارتياح كبير جدا للجهاز الفني مع المستوى الكبير، الشخصيه الكبيره القياديه رغم صغر سن رمضان صبحي، لكن الحقيقه يمكن كل اللعيبه اشادت بيه بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، وتحديدا كمان في كاس الامم الافريقيه الاخير. رمضان ان شاء الله مع حرصه واصراره وروحه الكبيره القتاليه وحبه للنادي الاهلي، انا باكد لك ان رمضان ان شاء الله هيكون متواجد في التشكيله الاساسيه بكره ان شاء الله لمباراه الجونه، اللي بنتمنى كل لعيبه تكون موفقه، مستر ريني فايلر يكون موفق في الرؤيه، موفق في الاختيار العناصر اللي هتكون 11 لاعب ان شاء الله و11 راجل يكونوا متواجدين في مباراه الغد. يعني مباراه الجونه الاخيره اللي كانت
هدف ناصر ماهر وكريم نزل، كانت مباراه حماسيه ومباراه قويه جدا. مباراه الجونه بتكون ليها اهميه كبيره وكلها اولويات كبيره جدا، لان الملعب امير نقطه مهمه جدا حابين نتكلم عليها. بالظبط، ده اللي كنت عايز اسالك فيه في موضوع الملعب ده في الحقيقه كريم، هل في زياره من الجهاز الفني للملعب بنستر فايلر بالتحديد اول مره هيلعب على الملعب ده او هيشوف الملعب يعني؟ من الممكن يكون صباح الغد يا امير، لكن يعني مع معرفه الكابتن سيد والجهاز الفني بالكامل واللعيبه على الاجواء بالنسبه لملعب الجونه، وليه طقس مناخي معين، الهواء شديد جدا جدا بالزبط. كمان في الايام اللي احنا متواجدين فيها في الغردقه، لكن اكيد هتبقى على النادي الاهلي وعلى نادي الجونه. بنتمنى النادي الاهلي يستغل العامل المناخي في هذه المباراه، وايضا ان شاء الله فنيا يكون موفق ويكون دارس بشكل كبير جدا كل نقاط القوه والضعف الفريق الجونه، وان شاء الله باذن الله امير يكون ثلاث نقاط مهمين يساعدوا النادي الاهلي معنويا بشكل كبير جدا في البطوله الافريقيه، منها ان شاء الله في مباراه النجم الساحلي اللي باذن الله ان شاء الله عندنا تفاؤل كبير وعندنا ثقه كبيره ان احنا نعود بنتيجه ايجابيه ان شاء الله من تونس. ثاني احنا عايزين باذن الله نتيجه ايجابيه وهي الفوز سواء في مباراه بكره او مباراه النجم الساحلي باذن الله يا كريم، وانت هتكون مرافق اكيد للبعثه مع للبعثه في تونس صح؟ خط قطع. اكيد كريم هيكون مرافق للبعثه في تونس وهنتواصل معاه دايما عشان نعرف كل الاخبار، بس عايزين نركز في مباراه الجونه بكره باذن الله الاول، وبعد كده نتفرغ في الحديث عن